بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن إزالة النجاسة، إزالة النجاسة عن الثياب مثلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حاضر بس نجاسة مقنقة قلب باكزن مس، يعني نجاسة نجاسة نكيم مزن ياكي بدن مزن مقنقة قلب باكز لايمس أشو تغلق سوزيمس. نعم، عندنا النجاسة المغلظة، الكلب إذا ولغ في الإناء هو لا يشرب إلا بإخراج اللسان، فإذا أخرج اللسان وأخذ شيئا من الإناء لابد أن هذا الإناء نغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. نجاسة لا نجترلك بولو برنش ترق قطق نجاسة بو بوسا مثلا أجر دا إشت برابر قاچını yalap koysa yoki birebir qaçlıki suni içip koysa u qaçını biz yat tıqtım su bilan ham şundaqla topını qoşup turup juyish kerek bop qaldı. Nam. Amma baqiyat al-najasat indana imma an yurash alayha al-ma rash hakaza aw yurash al-ma ma'a al-asr. Nam. Qalgan nijasatlarga kelsak ularning ba'ziliga faqat suni sepitli qoysa bo'ladi. Ba'zilarini سو سبب أنني كين وأنا سقشمو كريب وقلدو. باول الغلام الصغير الذي يعني يرضع في الغالب من حليب الأم إذا بان على الثوب يرش فقط دون العصر. مثلاً أجر ده أزنم فقط أن سن سطني إيش بات كان بربال بوسا كيش بلا يعني قز أمز بلا بوسا و بالن سويدك يا سوني سبب لو قيسا أشوك باي بول. أحيانا الإنسان عندما يفكر في المرأة أو يقبل يخرج من الذكر سائل ليس له لون. بعض الوقت هذا آدم شهوته كليب قاعدة يعني بعض الناسن أولب قاعدة، ونن ذكردن رنع يخبر ناسج خدوع. نعم. يسمى هذا بالمذي. بو مذي لبطلته. غير المني، المني له لون أبيض. مني ديان باشقا مني ديان رنع بولدو يعني أق. نعم، وله رائحة المني. لكن هذا يسمى المذي، يخرج عند التفكير عند التقبيل. لكن حاضر بس دبات قنمز مذي وبوسا أول غن وقت دا يك شهوات كل غن وقت دا أشو وقت دا شخدو. ناقض الوضوء. بوسا طهارة نصندردو. إذا وقع على اللباس فهو نجس. أجر ذا كيم كتير كتسا كيم نجاسة لندو. فماذا تصنع إذا وقع على اللباس؟ تضع على المكان الذي نزل عليه هذا المذي ترش الماء هكذا فقط. مثلا اگر ده کیمگا مزی تیپ قاسا قنا قلب پاکزنیز فقط اشوی اگر سونی سیپ کویسنیز اشو دروس بولد و حتی انقطع هذا المذی من الخروج تغسل الذكر مع البيضتين مع الخصوتين. نعم اشو مزینن توختشی үчүн өзіңіздің зәкірини һәм шунақла әуритіңізді бүтіне жойышыңыз лазым болды. نعم اما البول الغائط دم الحيض دم النفاس فهذا يرش مع العصر. نعم. اما باشقا نجاسات لا كيسك مثلا قن بولاندو ياكي حيز قيني بولاندو ياكي سودوك بولاندو ولانا تازلاشتا بس سوني سيبب اندنكين سخشمز لازم بولدو. يعني الان هذا الاخ اكرمكم الله في الحمام نزل على ثوبه شيء من البول فياخذ طرف الثوب الذي نزل عليه البول هكذا يرش عليه الماء ويعصر ثم يخرج يصلي فيه ولا اشكال. مثلا بر آدم حاجت خاندا اوتروات خاندا кимиге сүйдүк азрак тийип калды. Канда кылыш керек? Ашу сүйдүк текен яга суу сипип, уну сыкватса, унун кейин чыгып намаз өтсүн болуп жүрөт. Валлаху аалам, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах яхшы билгүчүдөр.